على شاطئ بحر قزوين، حيث انطبعت آثار الموسيقى والرقص التقليديين منذ العصور الماضية. لا تزال آثارها جلية في كوبستان التي تبعد 65 كيلومتراً عن العاصمة باكو، وهي محمية تضم أكثر من 600 ألف لوحة صخرية تجسد مشاهد مذهلة عن الحياة في العصور ما قبل التاريخ. هنا نجد الجافالداش، وهي حجارة موسيقية تعود إلى أكثر من 20,000 عام قبل الميلاد، وتعتبر الآلة الموسيقية الإيقاعية الأولى. غير أن حجرين موسيقيين فقط من حجارة كوبستان العديدة صمدا حتى أيامنا هذه. كان يتم استخدام هذه الحجارة في الرقص الطقسي، ولا سيما رقصة اليالي التي ترافقها اليوم آلة الإيقاع التقليدية النجارة بدلاً من الحجارة الموسيقية. Nağara aləti Azərbaycanın qədim ritm alətlərindən biridir. Yəni qoltuq nağarası olur, çombaq çumul nağarası olur. Yəni növləri var. Bu iplər sayəsində onlar zilləşir və bəmləşir. Yəni ipəyəm göz. Səs zilləşdi. Üsulla, yəni bu musiqiyə uyğun zilləşir və yaxud bəmləşir və ifa olunur. يمكن اعتبار غوبستان مهد الموسيقى الأذربيجانية. هنا على هذه الأرض المقدسة أتعرف مع كامران إلى إيقاع اليالي الذي لا يزال صداه يتردد منذ عصور ما قبل التاريخ. تشكل الجافالداش حجارة كلسية تصدر صوتاً معدنياً مختلف الارتفاعات بحسب الطريقة التي تضرب بها الحجارة. تتخيلوا الناس عم ترقص على الإيقاع. Celebration here, everybody, yes. People dancing and praying. Yes, yes, yallı rəqs, qədim rəqsdir bizdə. Çok sağ ol. Değmez. Sağ olun size. Wow. أنا في طريقي إلى باكو عاصمة أذربيجان، أغية التعرف إلى تفاصيل خطوات رقصة اليالي التي لا تزال قائمة منذ قرون مع فرقة رقص نسور أذربيجان.
Yallılarımız bizim Qobustan qayalarındakı təsvirlərdən götürülüb. Yəni götürülüb deyəndə o zamandan da bu günə kimi oynanırlar. O fakt onu göstərir ki, bizim yüzdən yuxarı yallılarımız onu göstərir ki, o Qobustandakı təsvirlər də bizə aiddir. Yəni o ibtidai icmal dövründən bu günə kimi biz bu torpaqların sahibi olmuşuq və burada o yallılarımız inkişaf eləyib və ona görə də yüzdən yuxarı Qərbi Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan, Şərqi Azərbaycanda çox yallılarımız öz süjet xətti, öz hərəkətdə çeçələ barmaqla başlayır, əl-ələ keçir, qol-qola, qol-boyun olurlar və birlik rəmzidir. Yəni yallılarımız birlik döyüşdən qabaq, ovdan qabaq, döyüşdən sonra, ovdan sonra, bayramlarda, yəni bu yallılar bir-birinə yaxınlaşdırır insanları, bir-birindən güc alır, enerji alır və o enerjilə də davam eləyir. تشكل باكو مدينة استثنائية حيث يعيش الموسيقيون التقليديون والكلاسيكيون والمعاصرون معا ويشكل كل منهم حالة موسيقية خاصة تنتمي إلى تراث عريق واحد. مونيس شريفوف هو وحده في العالم يعزف على آلة الشغانة وقد أعيد تصنيعها من خلال دراسة المخطوطات والصور المصغرة في العصور الوسطى. يدير مونيس حالياً فرقة تضم آلات موسيقية قديمة كآلة البربات والتشوغور أو الرباب وآلة تشبه القيثارة هي التشانغ التي تعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد. إنها رحلة عبر الزمن أقوم بها اليوم مع هذه الأوركسترا الفريدة. فن المغام ذروة أهميته خلال القرنين التاسع والعاشر فانتشر في كل أنحاء القوقاز تركيا، إيران وآسيا الوسطى مع الآلات الموسيقية التقليدية كالتار، الكمنشا وآلات الإيقاع الجافال والنغارة. يتم تناقل فن المغام من جيل إلى جيل ومن أبرز عمالقة هذا الفن في أذربيجان سيد وخان تشوتشينسكي وبلبل.
نيجار شابانوفا هي إحدى أهم الأصوات النسائية الشابة التي تؤدي المغام في أيامنا هذه في باكو. لا شك في أن المغام يترك مجالاً واسعاً للارتجال، كما هي الحال في المقامات العربية والرديف الفارسي أو المقامات التركية. تشكل الموسيقى الشعبية مصدر وحي أساسي للفن المعاصر في أذربيجان، وها هو عريف عزيز أحد أشهر رسامين في البلاد يشاركني ألوان أرضه الدافئة، ونبدأ هنا مع فن تقديم الشاي. سيموار شاي أن جوزال شايدر يعني باخمز الشاي يعني أذربيجان دا بيتير لنكاران زوناسندا بيرون Buyurun. Çok sağ ol. Très gentil de m'accueillir. Deməli, bilirsiniz ki, Azərbaycan məmliyyəti şirniyyatı çox sevirlər. Bunlardan ən milli bizim şəkər puramızdır. Yəni, bütün bunları görürsünüz də, hamısını əllə bunları şey edirlər. Naxışlar var burada. Həmsini əllə bunları edirlər. Çox gözəldir. Yəni, rəssam çalışır belə bir. Sonra, quru meyvələrimizdir burada. Həmçin görürsünüz. Bu innabdır. İnnab deməli, Naxçıvanda, Ordubadda bitir bu. İnnab. İnnab. Bunlar cürbəc, bu böyüküdür, bunlar kişi də olur. Çox gözəl tatlıdır. Bunlar çox fazla Novruz bayramıdır, istifadə edir. Çox gözəldir. Çox gözəl. Təbii ki, Azərbaycan mədəniyyəti mənə çox böyük təsir edib. Yəni deyirəm, bizim əsas 3 qol, 4 qolumuz var ki, bu mədəniyyətin icazəsindir. Bunlardan da biri muğamdır, musiqi, muğam. Xalçadır, xalı. Miniatür sənətidir. Bütün bunlar təbii ki, bütün rəssamlara, həmçində mənə çox yardımcı olublar yəni. Mən qulaq. Ona görə rəssamlıq belə şeydir ki, onun nə deyirlər, yeri, məkanı bilinmir. Kən hilmi etmələm rəsəm. Gəlin, gəlin, siz dəkə verin. Çalışın burada, bunun üstündə. Dəkkar. Buyurun, buyurun. Şələmə, ənzələ, yeyha. Aha, o, gözəl. Okey. Aha. Aha. Çox gözəl. Oh, lala. Mən sətə stil. Super, super, super. Super, bravo. Bu qalacaq burada. Bu, sənin bu musiqi. Nə deyil, ha?
تتميز أذربيجان باحتوائها لآلاف الموسيقيين الذين يتمكن عدد كبير منهم من البروز على المستوى العالمي، وتلك هي حال مغنية المغام الشابة أرزو أليافا التي تعرف هنا بالخانيندا. تمكنت أرزو أليافا من الغناء والتمثيل على مسرح دار الأوبرا في باكو، حيث تؤدي كل يوم دور ليلى ضمن النسخة الأذربيجانية للأوبرا الشهيرة مجنون ليلى. يرافقني أيوب غولياف قائد أوركسترا وابن أحد أبرز المؤلفين الموسيقيين. إنه أوزيير هاتجيبيوف الذي جسد هذه الأوبرا الأولى لمجنون ليلى في الشرق الإسلامي عام 1908، وذلك اقتباساً عن الملحمة البدوية التي كتبت في عصر ما قبل الإسلام، وذلك من خلال دمج المغام التقليدي مع الأوبرا الغربية. It's the first opera in the East. قيس وليلى. قيس ليلى بجانبي كل شيء إذا حضر. بس بأذربيجان. Yeah. So nice. So different. Nice. Yeah, it sounds great. Yeah. So. Ah, look. How old is the opera house here? It's opened in 1912. It's one of the oldest opera houses in this region. Okay. Every week we have opera, ballet productions, national music concert. Also, we if you have interest, you can come to listen to the symphony music concerts. At the beginning of the 20th century, no woman has a right to go on stage to sing any part. Really? Only men have a right to go and to even men sang the parts of women in the operas. تخبر رواية مجنون ليلى قصة حب مستحيلة بين قيس بن الملوح وهو شاعر بدوي وقريبته ليلى الأميرية. في أذربيجان تبرز النساء اليوم كقادة لأوركسترات سيمفونية على غرار سيفيل هاتشييفا.
المغامو مصدر إلهام للمؤلفين الموسيقيين في أذربيجان، وكم يهوى مراد حسينوف وهو عازف عالمي على آلة البيانو نقل المغام عندما يعزف المقطوعات الكلاسيكية. وليس من باب الصدفة أن يكون مراد مديراً لمركز المغام العالمي في باكو. ki men eğer ferget etmemen Tufi Guliyev'in Gaytahan'ı ya da ki Gara Garavin periyodları ya Fikret Amirov'un miyatunları çalsam da her birinde, her bir Azerbaycan eserinde Muham'ın müayyen kuladları ya da ki Muham'ın Muham musikisi eşitilir. Çünkü Muham her birimizin kanındadır. O bizim geldim. Her zaman benim için çok sevindirici haldir ki bu konsertlerde bu eserlerin harda ifa ettiğinden asla olmayarak büyük marakla karşılanır. Ve ondan sonra söhbetlerinde, musikçilerinden söhbetlerinde elbette ki onlar özleri, onlar için çok maraklı olur. Çünkü bu musiki geri adi, çok güzel musikidir. Çünkü o çok melodik, güzel bir harmoniyalara malik olan bir musikidir. Fark etmez bu orkestr için yaranıp, fortepiano için yaranıp, başka bir aletler için yaranıp. Bildiğiniz gibi Azerbaycan musiki. لعل موسيقى فكرة أميروف هي الأكثر انتشاراً خارج أذربيجان. ابتكر عام 1948 نمطاً موسيقياً جديداً وهو المغام السيمفوني، تؤدي مقطوعاته الموسيقية أوركسترات عالمية تماماً كالأوركسترا السيمفونية كولون، والتي تعزف مع صديقي مراد مقطوعة له مستوحاة من الموسيقى العربية. في كل مرة أغني في أذربيجان كما اليوم مع مراد على البيانو، أشعر وكأن هذه الموسيقى تشكل جزءاً مني منذ زمن بعيد.
bile ayırdılar. Ben senden ayrılmazdım, zulüm ile ayırdılar. Ay laçın, can laçın. إن الموسيقيين في أذربيجان يعزفون المقطوعات الموسيقية سواء كانت غربية أو شرقية على آلاتهم التقليدية. يضم المعهد الموسيقي الوطني في باكو أساتذة يعنون بدراسة تطور الآلات الموسيقية التقليدية. في هذا الإطار ابتكر البروفيسور مامادوف صيغة جديدة معدلة انطلاقا من الهيكلية الأساسية للآلات. سيمفونيك أوركسترلارلا يازلمش əsərləri Azərbaycan milli xalq çalğı alətlərində ifa etmək məqsədi ilə deməli bu iki alət bas kamança və kontur kamança yaranmışdır ki, bunlar da birlikdə orkestrdə əyərləri və bu alətdə baxırıq, səs budursa, bunun səs tembiri tam fərqli bir səs tembiri oldu. Yəni İfaçı ansambldan asılı olaraq görürsüz tembirlər necə dəyişir. هنا ايضا يمد مامادوف الجسور ما بين الموسيقى الكلاسيكيه الاذربيجانيه وموسيقى الجاز. Mən bu aləti mənim tərəfimdən ərsiyə gəlibdi. Bu aləti yaratmaqda da məqsəd ondan ibarət idi ki, mənim elektro gitariya böyük həvəsim, sevgim vardı. Və mən istədim ki, öz milli alətimizi o səbkidə. موسيقى الجاز بأهمية كبرى في أذربيجان. جميل أميروف عازف على البيانو وابن فكرة أميروف، أحد أبرز المؤلفين الموسيقيين في أذربيجان. أنشأ منذ سنوات عدة فرقة تعزف موسيقى الجاز. تعزف فرقة جميل أميروف نمط موسيقى المغام جاز، والآلة الأساسية اليوم هي التوتاك وهو المزمار التقليدي. أدت الطفرة النفطية في بداية القرن العشرين إلى تحويل باكو إلى مدينة متعددة ثقافات، حيث شهد الإنتاج الموسيقي ازدهاراً كبيراً، فبرز الجاز منذ العشرينات. حتى ديمكي كشمير السوفيت أوركسترين
Bakıda olan musiqiçiləri ən yaxşı idi sayılırdılar. Tofiq Kuli, Rauf Gaciyev, Vagif Mustafazadə, Rafiq Babayev və s. Və çox maraqlı musiqiçilər var. Öz şəxsi bir izi ilə. Qəsəkə səli Muğam Caz? Muğamın çox böyük şansları var, çox böyük imkanları var. Və caz musiqisi ilə haradasa uyğunluğu var bu improviza. Bir temadan improviza məsələsi. Yəqin ki, ona görə şəxsən Azərbaycanda bu caz, muğam, etno caz belə populyardır. ها هو صديقي زيا الذي لا يكتب كلمات أغاني الجاز فحسب بل يعرف الكثير عن الثقافة الأذربيجانية يدعوني إلى تناول العشاء اليوم في باكو For one person, just one person, with greens from Azerbaijan, with pumpkin, yes. And with meat. That very, very, very tasty. You very traditional. Yes, I can't wait today. So, lentil soup is yes, amazing here. Yes. What else? Erişte. Erişte? Just imagine the gutops in small gutops with meat inside in of soup. Yes, in soup. Yeah, I think this is, do we have something similar? Yes, erişte, düşbere. Şişberek. Düşbere. Yes. Düşbere, the same. You have the fruits inside? Yeah. This is fresh? Yes, fresh now. Boiling. Queens. All this for us? Oh my God. That's so many for two people. Yes. Okay. Bon appetit. Nush. In other style. Nush olsun. نتيجة لمنع موسيقى الجاز خلال الحقبة السوفيتية في نهاية الحرب العالمية الثانية ذكر عازف البيانو الشاب وقيف مصطفى زادي نمطاً من التأليف الاستثنائي يجمع بين الجاز والمغام التقليدي فقد دمج ألحاناً شعبية أذربيجانية مع الجاز الأمريكي ليطلق في نهاية الستينات ما يعرف اليوم بالمغام الجاز لا يزال عدد كبير من الموسيقيين يستمدون إلهامهم من مصطفى زاده على رأسهم ابنته عزيزة مصطفى زاده التي تساهم بشكل كبير في نشر المغام الجاز على الساحة العالمية الشين شينيروف موسيقي يتبع أسلوب مصطفى زاده يرافقني اليوم لزيارة منزله في المدينة القديمة That's him, yes? Yes, he's like مصطفى زاده That's عزيزة, his daughter His daughter And his mother I think she played an important role in his musical career, right? Yes, she teach him mugam, folk music. It's always our mothers. Thank you.
started as a classical pianist, or no, it was immediately jazz? I started at home, like on transcribing some folk music and famous songs from our composers. And after that, my older brother bought for me some audio cassette. Yes. By Vagif Mustafazadeh. And after that, wow, I want to play this music, you know. Yeah. And I started to transcribe his playing. I tried, I mean. Yeah. So, like that. So let's go and play some music. Yes, come on. Let's try. في منزل وقيف مصطفى زاده أتذكر سيد درويش، وهو أبرز المؤلفين والمجددين في الموسيقى العربية. ولد عام 1892 وعاش 31 عاماً فقط، ليشكل مثل مصطفى زاده نهضة موسيقية في عصره. He created this new wave of music. He was very national, actually. And he was the first one to blend the Western instruments and harmony with classical Arab forms and tunes. خلال تجولي في المدينة القديمة في باكو، أفكر بتاريخ الشعب الأذربيجاني الذي يقدس موسيقاه التقليدية، أي فن المغام، والتي تعتبرها اليونسكو تحفة الإرث الشفهي وغير الحسي للبشرية. يشكل التار أبرز آلات فن المغام. نتعرف إلى كيفية صنع هذه الآلة في المعهد الوطني مع موسى ياكوبوف.
Demek biz kötüyü götürürük, böyle bir kötüyü. Tarın ölçüsüdür bu. Bu formu koyuruz buna. Mesela yazırız böyle. Bu kaydede yazırız, tarın ölçüsüdür. Gördüğünüz gibi bu tarın ağız ölçüsüdür. Sonra bunun için deşif çıkardırıq. Deşif çıkardırın sonra çöl hissesi yolunur. Bunu yonub hazırladıktan sonra biz bunu bu kaydada bu kaydada bu kollanır. Bu kaydıyla kollan, düzlüğünə fikir veririk. يتم استخدام الجلد الذي يحيط بقلب الثور كغطاء للآلة الموسيقية فيجففها موسى مما يسمح فيما بعد بضبط الصوت. فرقة جانجي رفيق بابياف هو مؤلف كبير عاصر مصطفى زاده وقد أضاف جمالية على فن المغام الجاز عبر مزج الآلات الموسيقية التقليدية والغربية معا. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, mən dünyaya gözümü açandan musiqi ailəsində böyüdüyümə görə evdə tar səsi, ud səsi əlbəttə var, çoxdur əslində. Yəni tar aləti, kamança, bir çox alətlər var ki, bizdə balaban, tütək, zurna. Atamla ilk səhnə, mənim 18 yaşım var, atamla səhnədə 2 ildir varam. على تقاطع الطرقات التجارية القديمة وقد شهدت هذه البلاد على تأثيرات عدة على الصعيدين التاريخي والثقافي وتمكنت من استيعاب التقاليد الشرقية والغربية بطريقة استثنائية. كم يسعدني أن أغني مع كل هؤلاء الموسيقيين وأن أتعرف إلى الراقصين والباحثين والفنانين الذين يشكلون المشهد المعاصر لباكو، فقد عرفوا جميعاً كيف يطورون ابتكاراتهم الخاصة انطلاقاً من الإرث الموسيقي عينه التقليد الشعبي، وذلك من دون إدخال أي تعديل على معناه الأساسي وجوهره.